يزدحم الجامع، زار الناس هنا مكانا للحديث والبحث، ويجتمع العلماء على اختلاف علومهم. الطب، العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، هكذا يكون الجامع. وكان المصريون القدماء يستخدمون هذه الوصفة. أتأذن لي بسؤال؟ تفضل. كم عمر هذا المخطوط؟ 1000 عام تقريبا. تسمع لي؟ تفضل. هذا هو. أين أجد مثل هذا المخطوط؟ لابد أنه من دكان حسن. هل لدي مثل هذا الورق؟ نعم. البردي ينمو على ضفاف النيل والترع يا شافعي. لدي 15 مخطوطة لابن أخمين. إذن فالعدد كامل. محفوظة ترجمة وتدوينا بالتمام يا محمد بن إدريس. تشرفنا يا ابن إدريس. أتعلم الكثير في الكيمياء؟ ما أحتاجه منها فقط. ألها تراجم؟ نعم، لدينا السريانية واليونانية. عن أي ترجمة تسأل؟ العربية؟ لسه ليس بعد؟ تعني لسه؟ نعم، لكن جرب أن تسأل، ربما تجد الجواب عندي. كيف تصمد هذه المخطوطات قدام الزمن؟ الكثير من أوراق البردي صمدت منذ المصريين القدماء وحتى اليوم. نعم، كيف؟ باختيار البردية المناسبة لذلك، لكن هذا وحده لا يكفي، تحتاج إلى حبر مخصص لذلك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.